أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أصبحت حالة الحرب التي أعلنها ميلر البارحة حالة طوارئ مع بينس والرئيس الأمريكي من أجل المناورة على خطة عزل الرئيس. وافق ترامب في اجتماع مع بينس نائبه الذي سينقل السلطة إلى بايدن على حالة طوارئ في العاصمة واشنطن إلى حدود 24 من الشهر الجاري، أي بعد 4 أيام من حفل تسليم السلط ما بين الرئيس الذي سيمثله بينس وما بين بايدن. هذه الانتقالة هي التي جعلت أكثر من 30,000 إلى 50,000 من الحرس الوطني سيشرف مباشرة على هذا الانتقال. كان من المهم بعد إعلان وزير الدفاع عن حالة الحرب إعلان حالة الطوارئ لتمرير هذا القرار. من جهة ثانية، فإن الكونغرس عليه أن يقبل حالة الطوارئ التي جرت، وأن لا يتكرر ما كان بالنسبة لواشنطن، وأن لا يكون هناك رد فعل من طرف تياره، خصوصا وأنه قرر سحب بعض الأموال لاحتمال أن يكون هناك حزب جديد في أمريكا يجمع ترامب. ولذلك فقد تقرر من أعلى هيئة استخبارية منع أكثر من 8 أبناك وأربع أبناك يتعامل معهم ترامب من أجل وقف كل أي اقتراض باتجاه ترامب ومجموعاته الاقتصادية في هذه المرحلة، إلا في حال إن تعامل مع الوضع بشكل عادي ولم يطلب حزبا جديدا. لأن المهم بالنسبة لترامب حاليا هو تجميع هؤلاء الذين صوتوا عليه وتحويل أمريكا إلى حزب جديد، وهذا الذي يتخوف منه النظام الأمريكي والإستابليشمنت الأمريكي في هذه المرحلة الحرجة للغاية، هو تأسيس حزب من ترامب. هذا هو المخيف، هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية هي وقف أكثر من 70,000 حساب في تويتر وفي غيرها، ورغم البدائل، هناك بدائل في داخل أمريكا، خصوصا وبالنسبة لكيو أي كوشن أنونيما، يعني أننا أمام تنظيم جديد إلى الآن يعتمد على أسلوب المؤامرة، وأن الذي يحكم أمريكا هي الديب ستيت وما يسمى بالدولة العميقة. واليوم يصارع ترامب ضد هذه الدولة العميقة، هذا الذي يريد كشفه الجميع، خصوصا وأن مستشار للأمن القومي في 2017 الجنرال ميكائيل فلين الذي كان مستشارا للأمن القومي في 2017 لأسابيع، ثم هناك أيضا سيدني بويل وهي المحامية التي تعمل بعيدا عن فريق الرئيس القانوني لكنه يدعمها بصفة شخصية، وهي لديها فكرة حول المؤامرة وأن هناك الدولة العميقة في أمريكا هي التي تحكم أمريكا والعالم. وهذه الصورة هي التي يحاول تكريسها ترامب اليوم، ويعتبرون أن ترامب هو النهضة العظيمة أو أنه العاصفة التي كشفت هذه الدولة العميقة. إننا أمام الكيو كوشن ناراتيف، هذا التنظيم الذي ظهر بدون رأس لكن فيه مناضلين كثيرين من 2017 في الفور تشانل كما هو معروف، وليس في تويتر، الذي وأسس هذا الفور تشانل كريستوفر بول كما هو معروف كذلك. فإن الكيو أنونيما أو الكيو أنون اخترقت الشرطة واستقبل حودها بينس نفسه وهو يحمل إشارة كيو الكوشن، الذي يطرح السؤال الحقيقي على من يحكم أمريكا. هذا هو الذي يطرحه المواطن العادي وأصبح أكثر قوة. نحن في هذا التفصيل سنجد أن هناك محاولة مرتين، أولا بالنسبة لحجب كل المواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للكيو على العموم أو هذا التنظيم المحتمل الذي قد يتحول إلى حزب، وهناك أيضا حصار مالي وبنكي على ترامب من أجل عدم تمويل حزبه. إذا نحن أمام ترتيبين ضد ترامب بهذا الخصوص، خوفا من حزب جديد يعتمد على المؤامرة و
يمكن أن يدمر النظام الأمريكي الديمقراطي نحو نظام استبدادي عسكري تاريخي خصوصا، وأن كل ما يجري حاليا يؤسس إلى سيطرة الجيش وقيادة الجيش للمرحلة. هذا التيار الكيو يحاول أن يضع أمريكا في يد العسكريين، في يد البنتاغون، وهو الذي يقود أمريكا. يعني تحويل النظام الديمقراطي الحالي إلى نظام عسكري تاري واضح، هذا هو الهدف. والكل يحاول اليوم، كل المؤسسات تحاول أن تحاصر هذا التيار، إما بالمحاكمات التي بدأت من 8 يناير، كان الحادث في 6، في 8 يناير كان أكثر من 13 شخص كما تقول الـ FBI قدموا للمحاكمة في المحاكم الفيدرالية، وهناك 40 أخرى قدمت إلى المحكمة العليا. نحن أمام أكثر من ظاهرة، خصوصا ما يسمى بالهجوم ضد إحدى أكبر المؤسسات في البلاد، ويقصدون منها الكابيتول أو الكونغرس. وهنا كانت التحقيقات بشكل واسع بمشاركة الـ ATF مكتب مكافحة المخدرات والسلاح الناري والمتفجرات. إذن سيكون هناك مثال واضح جدا لحياة هؤلاء، خصوصا تزييف مثلا شعار الإسلام الله أكبر الذي قال عنه كليفلاند ميريديث بشكل واضح: سوف أمشي في شوارع واشنطن بعد فصل رأس بيلوسي عن جسدها وسأصرخ الله أكبر، فيما يمتلك في غرفته الواحدة مسدس بتسع مليمتر وطافور إكس، هذه إكس 95. إذن هناك تسليح، هناك رؤية لهذا التنظيم المتطرف اليميني الذي يريد تدمير ما يسمى بالدولة العميقة. وهنا يعتقد تويتر أننا أمام أعمال ضارة ممنهجة، كحالة مثلا التشكيك في الانتخابات وغيرها. هذه نقطة. كذلك بالنسبة لرد الفعل بالنسبة للدولة الأمريكية، فإنها حجبت المستشار، حجبت المحامي، إلا الذي يعتمد عليه ترامب في فريقه الرئاسي فقط، ما دون ذلك يعني أمام المتطوعين المحامون المتطوعون فليس هناك قبول بالنسبة إليهم، بل حصار على تواصلهم الاجتماعي وعلى كل حساباتهم في كل من الفيسبوك وأيضا بالنسبة لتويتر. المسألة تتعلق بجرائم حقيقية بعد اقتحام الكونغرس، وهذا الذي أثر في إسرائيل أيضا. فسنرى مباشرة نتنياهو إذ يزيل صورته في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يزيل صورة ترامب، الصورة المشتركة بينه وبين ترامب، ويعوضها بصورته وهو في لقاح، يأخذ لقاح أو تطعيم ضد الكورونا فيروس. إذن هنا فيه تطور شديد جدا، هو اللوب اليهودي أو انتهى من دعمه خصوصا بعد الاقتحام. ثاني مسألة خطيرة جدا، هي جميع المؤسسات سحبت تمويلها، المؤسسات القريبة من إسرائيل كلها سحبت تمويلها بما فيها الأبناك أيضا، كلها سحبت تمويلها. بالنسبة للإمبراطورية التجارية يمكن أن تدمر عن الآخر، لأن ليس فيه قروض قادمة، وأمام تجميد نشاطه التجاري لأكثر من 4 سنوات في حكمه ثم إعادة الانطلاق عبر مجموعة، سيتطلب نوعا من التمويل العالي. كل ذلك خسره ترامب، خسارة ترامب عالية جدا، إذ سنجد أن لا أحد سيقرضه، وأن بالنسبة لمستقبله قد تكون فيه مساءلة قانونية أو مساءلات قانونية، هناك أيضا ملفات في الموضوع إلى غير ذلك، مما يجعل كوشنر الآن يتلقى اتصالات من إسرائيل لدعم بخصوص شيء واحد، هو الخروج بدون محاكمة برلمانية. الأهم الآن بالنسبة لإسرائيل هي عدم المحاكمة أو إنجاح المحاكمة البرلمانية لترامب.
هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل الآن، هي أنها تمنع عن هذه المحاكمة البرلمانية. وعندما سيخرج بصفته رئيسا إلى حدود 20 يناير، سيكون من الصعوبة جدا متابعة رئيس خرج بكل بحصانته دون أي محاكمة من البرلمان. فتبقى قضية التعامل مع المحاكم الفيدرالية، هذا يكون فيه تأثير كبير ويكون فيه إبعاد كبير لشخصيات مثل الرئيس، لأنه متمتع بالحصانة أصلا. لذلك فحماية ترامب هي حماية من المحاكمة البرلمانية وليس من المحاكمات العادية، هذا هو الهدف الإسرائيلي تحديدا. المهمة الثانية الآن لإسرائيل هي عدم تمويل ترامب من أجل حزب آخر. مهم جدا بالنسبة لإسرائيل أن تحافظ على هذه التنافسية، وخصوصا وأن هناك نازيون في هذا الاتجاه من اتجاه الآخر، وقد يهندس ترامب في المستقبل ما بعد ترامب بالنسبة للحزب الجديد سيكون ضد إسرائيل، لأن المسألة لا تتعلق بأحفاد ثلاث لترامب وهم يهود، ليس هذا كافيا، رغم أنهم يتلقون تعاليم صارمة اجتماعية ودينية صارمة جدا. كوشنر مؤمن للغاية ليس علماني، هذا الذي يجب أن يعرفه الجميع، وأن هدفه وعقيدته قوية جدا باتجاه القدس وباتجاه غيرها. فأبناؤه يربون بطريقة استثنائية على المشنا بشكل رهيب. أخطر من ذلك، فإن عائلته لم ترغب في تزويجه من بنات ترامب إلى حين أن تقبل بنات ترامب أن تكون يهودية، يعني أنه لم يقبل الزواج بمسيحية. فتخيلوا أي عقيدة يحمل هذا الشخص الذي أدار كل التطبيع العربي من الخليج إلى المحيط. إذن هنا العملية واضحة للغاية، كوشنر وإسرائيل تسعى إلى منع محاكمة ترامب برلمانيا، المحاكمة البرلمانية، وهذا الذي يستنقص من قدره في الخروج كرئيس، ولا يضمن هذه الحصانة أو على الأقل هذا الفاليو أو هذه القيمة بالنسبة للرئيس. المسألة الثانية هي منع، يضمن الإسرائيليون منع ترامب من التمويل من كي لا يهيكل هذا الحزب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن بالنسبة لمغادرة ترامب إلى إسرائيل، هذا الذي أخبرنا به في وقت سابق وهذا الذي قاله كوشنر في إحدى مجالسه الخاصة، فإن استقبال هذا الرئيس في قلب إسرائيل سيكون من جهتين، أولا بالتحول نحو اليهودية، وثانيا باسمه كرئيس، وسيكون هذا بمثابة قفزة وطفرة جديدة ستخدم إسرائيل في هذه المنطقة. على كل حال، هذه هي النقطة الثانية بالنسبة لإسرائيل، فهي تضمن الهيكلة الحالية التي تخدمها بالنسبة للهندسة وهندسة النظام الأمريكي المسيطر عليه، ولا يمكن بعدها أن تسيطر في حالة انشطار الحزب الجمهوري على، أي السيطرة على الساحة وعلى اللعبة السياسية في أمريكا. إذن بالنسبة للظاهرة، أول من يقلص فيها وأول من يعمل على تقليص نفوذها هم الإسرائيليون، حماية له وحماية للنظام الأمريكي وحماية لإسرائيل في نفس الوقت، وهذا الذي يؤطر لهذه العملية. أما بالنسبة لليمين فيرغب ترامب في حمايته، وهذا الذي أكده أكثر من مرة، لكن اليوم هناك حصار له في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عدم انتشاره. ثاني مسألة أن هناك أحكام قضائية بهذا الاتجاه ومساطر قانونية بهذا الاتجاه، هناك حصار بهذا الاتجاه. إذن الحرب على المال والحرب في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل منع الحزب أو حزب ترامب، هذا أحد مهمات إسرائيل في هذه المرحلة. والخطورة كما هو معلوم هو أن مجندين سابقين، يعني عندما يصل
ترامب عندما يقول بأن جافيل مثلا يجب أخذه لأنه أحد أدوية كورونا أو كما قال، هذه فتوى لنفس الكيو، لنفس هذا التنظيم في ظهور هذه الجائحة. إذن سنعرف على أن أكثر من مرة كان قريبا جدا ترامب من هذا التوجه، من الكيو، من الكوشن أنونيما، من هذا السؤال المجهول. إذن تنظيم السؤال المجهول هو الذي يضع ترامب أمام معضلة حقيقية، إما بجره إلى المحاكمة كما يحاكم الآخرون، وإلى الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي كما حدث له ولهم، وهناك ترتيب آخر هو الوصول إلى سيطرة إسرائيل على اليمين المتطرف الأمريكي حتى لا يذهب ليصبح نازيا، وهذا مهم جدا. ولذلك فهناك مؤسسات في أمريكا تسعى جهد الإمكان أن تمرر هذه المرحلة بهذه الإجراءات، لكنها بعد 6 أشهر أو 7 أشهر سيكون الأمر مختلفا، إذ ستسعى إسرائيل إلى إعادة تنظيم هذا اليمين المتطرف والسعي معه إلى خلق أجواء أخرى من أجل ألا ينحرف إلى نازية جديدة. لأن المخيف هو أن تكون الديب ستيت هذه أو ما يسمى بالدولة العميقة هي إسرائيل نفسها التي تحكم أمريكا، وهذا الذي يمكن استكشافه، وآنذاك قد تنقلب اللعبة بشكل كامل، وهذا الذي تخاف منه إسرائيل. وبالتالي فإن هذه الإجراءات هي إجراءات مرحلية وليست استراتيجية، تتمنى أن يضعف اليمين ولا تهيكله عبر هذه الإجراءات القاسية التي قررتها أكثر من دائرة في إسرائيل، فهي التي تباشر اليوم جميع العمليات. وفي نظر إسرائيل الآن فالمهم ألا يتغير النظام كي لا يصبح دولة عسكرية ستكون هي أول ضحاياها، أول ضحايا ستكون هي إسرائيل. وهذا التحول الجاري الآن في أمريكا خطير للغاية، لأنه يمكن أن يغير الأمور، وهذا ما ثبت فعلا، أن الرئيس لم يكن قادرا على الانقلاب على النظام، فانتصر النظام على الرئيس، وبالتالي انتصر الجيش على الرئيس، وهذا الذي أنبأنا فيه منذ أكثر من 14 أو 5، قلنا على أن المعركة سيحسمها الجيش في أمريكا ولن يكون هناك ترامب في ولاية قادمة. إذن العملية كلها كانت مدروسة للغاية، وحاليا إسرائيل ترغب في عدم وصول أمريكا إلى دولة عسكرية تؤثر في المسار وتؤثر في العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، وهذا مخيف جدا، لأن في إحدى اللحظات ستصبح ما يسمى بأمريكا أولا والمصالح الأمريكية أولا ستكون أيضا أولا مع الإسرائيليين أنفسهم، وهذا هو المدهش للغاية. وتحاول أن تضع أمام أمريكا تصرفا جديدا، تصرفا قانونيا آخر وتصرفا سياسيا آخر مع اليمين والسيطرة عليه كما فعلت مع فرنسا ونجحت، فستنجح مع أمريكا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.